عندي كيلو من صدور الفراخ متقطعة مكعبات وحوالي 200 جرام من اللي الضاني أو البوش اللي متوفر، بصلة كبيرة متقطعة شرايح، وطماطمية كمان شرايح، وقرن فلفل رومي متقطع شرايح، نص كوباية من البقدونس المفروم، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، 3 معالق كبار من البقسماط المطحون، معلقة كبيرة عسل أبيض، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الزعتر، نص معلقة صغيرة من السبع بهارات، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، ولو لقينا بابريكا مدخنة بتدي تأثير وطعم حلو جدا، وملح وفلفل أسود. دي كده مكونات الكفتة. علشان نلمع الكفتة هنحتاج بقى ايه؟ العصارة اللي هتطلع معايا من البصل والطماطم والفلفل اللي احنا هنضربهم دلوقتي مع بعض، مع معلقتين من الزيت والملح، تمام؟ اما الخضار اللي هنشويه فتقدري تحطي بقى مع الكفتة وهي بتتشوي بصل وطماطم وفلفل حامي او بارد زي ما انت عايزة. الكفتة دي بالطريقة دي ينفع نشويها على الفحم او نشويها في الفرن او نشويها على الجريل او الطاسة، فبراحتكم خالص تقدروا تعملوا اللي متاح عندكم. تعالوا بينا بقى نشتغل ونشوف هنعمل الكفتة ازاي. بداية ادي الطماطم، عندي طماطمية كده متقطعة شرايح، والبصلاية، واحط معاهم قرن فلفل، واحط معاهم بس يعني ايه ربع كوباية مية صغيرة علشان اسهل ان الكبة تضربهم كويس قوي، تنعمهم كويس قوي، فاخد العصارة اللي فيهم بطريقة احسن. الكلام ده ممكن كمان يتعمل في الخلاط. يلا بينا بقى نضرب الكلام ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل، هايل جدا جدا. خلاص ضربتهم كويس جدا. هعمل ايه؟ هبتدي اخد مصفى وابتدي اصفيهم تماما، عشان انا لو هعمل على الفحم فالكفتة ما تقعش مني وتسقط مني وانا بسويها، لازم يكون كل حاجة في الكفتة معصورة تماما، مفيش اي سوائل. فتعالوا يلا، حاسة ان انا عايزة اضربهم تاني شوية، معلش نضربهم تاني ناعم اكتر. كل ما نعمت البصل اكتر هتاخدي منه العصارة بتاعته اللي هتنفعنا واحنا بنصبع الكفتة، كمان هيخلي معايا الكفتة متماسكة، مش هيخليها فكة من بعضها. يلا بينا نكمل خفق او عصر. هايل، كفاية كده. وتعالوا ناخد يلا ونصفي الخليط ده، كان عبارة عن طماطماية وبصلاية وقرن فلفل، ونصفيهم كويس. هنزل السوائل اللي فيهم وناخد التفل للكفتة. حلو قوي، يلا بينا بقى نصفيهم كويس جدا جدا بايدينا كده، ونبتدي نضغط عليهم علشان ننزل كل السوائل وناخد بس نقول ايه الالياف بتاعتهم، مش عايزين اكتر من كده. بصوا شايفين الميه اللي بتنزل، هو ده المطلوب. بصوا شايفين بقى ناشف خالص، بصوا كده اهو نشفت خالص الالياف، وادي الميه دي هنحتاجها هنلمع بيها الكفته. تعالوا بينا بقى هناخد الفراخ بتاعتنا ننزلها في الكبة علشان نبتدي نفرمها. حطينا الفراخ المكعبات اللي متقطعة مكعبات صدور الفراخ، وحطينا كمان معاها اللية لو متوفرة، ما بنحبهاش فممكن نجيب من الجزار كده حتة من البوش، بيفرق جدا جدا في طعم الكفتة، يعني لازم نحطها، تمام؟ يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بص اخبار الدنيا، الدنيا زي الفل، خلاص اتفرمت وزي الفل. بينا بقى ناخد الكلام ده كله، عشان انا عامله كميه، لو انت عامله نص كيلو بس كل حاجه ممكن تتسرب معاكي في الكبه، تمام؟ تعالي ناخد بقى
الفراخ بسم الله الرحمن الرحيم اللي اتفرمت كويس معلية. تعالوا بينا ناخد البصل بالطماطم اللي احنا صفيناها كويس قوي. وادي الثوم، نحط البقدونس، وعندنا بقى الملح طبعا، يعني معلقة ملح كبيرة هتبقى كافية لكيلو الفراخ، وطبعا على حسب التذوق. طيب في الحاجات دي انا ما اقدرش هدوقها غير لما اخلص تسويتها زي الكفتات عامة، طب اعمل ايه علشان بدل ما اعمل كل الكمية وفي الاخر يقولي ايه ده كفتة حادقة، لا كفتة دلعة، هنعمل ايه؟ بعد ما نعجن المكونات بتاعتنا كلها والدنيا تمام، هاخد حتة صغننة كده اكورها وبططها، واجيب طاسة على النار وابتدي اسويها فيها. بعد ما تستوي هدوقها، والله لقيت الملح تمام فتمام يلا اشتغلي وكملي، لقيت الملح ناقص هتزودي، لقيت الملح زايد هنتصرف ازاي؟ ممكن بقى تروحي بشرة مثلا بطاطسايه ومصفياها وحطاها معاها، هتبقى الدنيا زي الفل، هتمتص ايه الملح الزياده. حلو الكلام؟ سهل قوي. يلا بينا بقى ناخد الزعتر، حطينا كل البهارات، حطينا ملح وفلفل بهارات 7، حطينا كمان البيكنج باودر، وحطينا البابريكا والبقدونس، وكمان حطينا البقسماط المطحون. طيب ما عنديش بقسماط مطحون وعايزة اعمل الكفتة، وعندك رغيف فينو ناشف كده ممكن نروح حاطينه في شوية لبن بلينه خالص كده، وبعدين نعصره كويس قوي قوي ونروح حاطينه مع الكفته، بس نضربه في الكبه الاول مع الفراخ، هيديكي نتيجه حلوه جدا جدا. خلاص احنا كده خلصنا، حطينا كل المكونات بتاعتنا. عايز قبل ما اعجن بقى واحط ايديا في الفراخ اتبل برضو الخليط ده بملح وفلفل ومعلقتين زيت علشان يبقى جاهز معايا ان انا ابل ايدي فيه واصبع الكفته. يلا بينا بقى، هبتدي دلوقتي اجهز كمان الستيكس، الستيكس الخشب، واحنا بلينها في الميه علشان لو هشوي برضو على الفحم ما تتحرقش مننا. تمام، انا هشوي النهارده في الفرن، فخلينا نحضر مع بعض صاج او صينيه فرن ونحط فيها دهنه كده من الزيت. انا كل ده عشان قبل ما بهدل ايديا بالفراخ ما امسكش حاجه تاني، نصب على طول فرشه كده. نبتدي بقى ايه ندهن، احنا كده جاهزين، احنا زي الفل. طبعا الكفته من الحاجات اللي ما بتحتاجش نسيبها في التتبيله، بس بتحتاج حاجه واحده، ان انا لو في البيت بعمل الكفته وعجنها كويس جدا 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 واروح احطها بقى في الثلاجه تتشمع وتمسك في بعض كده وكل المكونات تمسك في بعضها، خاصه ان انا حاطه دهون، والدهون دي من حراره ايدي بتخلي الكفته نقول عليها ايه سايحه شويه وطريه، علشان كده هنراعي الحته دي. وبعد ما نعجن الكفته كويس جدا جدا، خاصه لو انا هشوي على الفحم عشان ما تسقطش مني الكفته على الفحم، هدخلها الثلاجه تتشمع كويس قوي حوالي ساعه، وبعد كده اطلعها بقى ابتدي اشكل واشوي على طول. تعالوا بينا بقى نعجن، اعجن كويس. طيب وانا بعجن حسيت برضو ان الكفته قوامها نقول ايه طري قوي ومش متماسكه، فممكن نزود معلقه او معلقتين كمان من البقسماط. اهم حاجه قبل ما تفرمي الفراخ انت غسلتيها كويس، سيبيها تتصفى ونشفيها بمناديل المطبخ عشان مش عايزين اي سوائل تدخل معانا في الكفته. انا كده عجنت كويس قوي، هبتدي بقى اشكل، ممكن نقلع ده نلبس واحد غيره ونكمل. تعالوا بينا بقى مجهزين الصوص او الخلطه بتاعتنا اللي هي ايه عصير البصل مع الطماطم والفلفل، زودنا بس عليه ملح وفلفل ومعلقتين من الزيت، ممكن كمان معلقه صغيره من الصلصه، بتفرق جدا في اللون بتاع الكفته. تعالوا ناخدها بقى الناحيه دي وابتدي ابل ايدي منها واخد جزء كده من الكفته وابتدي اشكل. ايه رايكم؟ تحفه، هايل. غيره ابل ايدي حاجه بسيطه وابتدي اخد من الكفته اللي احنا عملناها وظبطناها بقى تظبيطه محترمه ونشكل بالشكل ده.
ايه رايكم؟ بصوا متماسكه اهي، ما بتقعش مننا ولا حاجه، الله عليها وهي على الفحم وريحتها تحفه. نقدر واحنا بنشوي الفراخ نحط معاها كده فلفل بقى وبصل وطماطم ويتشوي، بيبقى طعمهم حلو جدا جدا. كمان نقدر نشوي البتنجان، احنا هنعمل بابا غنوج كمان النهارده، فممكن نشوي البتنجان لو احنا بنشوي على الفحم هيبقى هايل. كفته وعجناها كويس جدا زي ما قلنا، وفي البيت بقى عشان الوقت هنحطها ساعه في الثلاجه تتشمع وتشد، وبعد كده هنصبعها زي ما انتم شفتوا على ستيكس، والستيكس دي او على السياخ زي ما انتم عايزين، لو هتشوي على الفحم تمام، بس لو ستيكس خشب لازم تتنقع شويه في الميه علشان ما تتحرقش مننا. خلاص صبعناها، واحنا بنصبعها بناخد بقى من الخليط اللي احنا كنا عاملينه، العصاره اللي احنا نزلناها من الطماطم والفلفل والبصل مع معلقتين الزيت وملح وفلفل، بنصبع بيها اولا بتدي لمعه حلوه قوي للكفته، ثانيا بتديها لون حلو جدا، وكمان تقدري تزودي عليها معلقه صغيره من الصلصه. خلصنا، الفرن بتاعي شغال على اعلى درجه حراره، ودخلت الكفته على الرف ايه اقرب للارضيه شويه، وهسيبها بقى، وحطيت كمان معاها فلفل وطماطم وبصل. وتعالوا نبص كده الاخبار جوه زي ما انتم شايفين كده. واهم حاجه لو انا هشوي على الصاج او على الصينيه بدهنها زيت قبل ما احط عليها الكفته، الكفته بتتشوي ريحتها بدات تطلع. يلا نقفل عليها ونسيبها بقى تاخد اللون الجميل وتطلع بالف هنا وشفا. نبص بص كده اخبار، الله الكفته ما شاء الله اللهم بارك رهيبه. حاسه ان من جوه احمر شويه، فهلف الصينيه بتاعتي اجيب اللي جوه بره واللي بره يدخل جوه، نبص عليها ونرجعها تاني. بصوا الجمال، شايفين كفته اهي وريحتها تحفه، بدات تاخد لون جميل قوي، وفي ثواني كده وطالعه ما شاء الله اللهم بارك 10 على 10. بينا نكمل كده ونديها لون اكتر من كده شويتين. حضر لها بقى فرشه حلوه من البقدونس عشان نطلعها عليها. نبص هنا كمان لسه شويه، ممكن بس نظبط ده. تمام، انا بصراحه بشغل فوق وتحت، الكفته من الحاجات اللي ما بتحتاجش ان النار تكون عليها هاديه، لازم نار عاليه علشان على طول هي كفته لحمه مفرومه او فراخ مفرومه، فما بتاخدش وقت في التسويه. فشغلي الفرن على اعلى درجه حراره، ولو بيشتغل عندك فوق وتحت شغلي الاثنين على طول. طبعا شوي الفحم بيبقى سريع، عشان كده دايما الكفته اللي بتتشوي على الفحم بتبقى جوسي شويه وبتبقى طريه شويه، ودي الميزه، لان الفحم طبعا بتبقى درجه حرارته عاليه، وعلى طول على طول بتبتدي تاخد اللون، بتحسي كده ان الكفته طريه ولذيذه. فده اللي احنا عايزين نعمله في الفلاحة. ما شاء الله الريحة فظيعة، علشان تاخدي ريحة الشوي لو انت هتشوي في الفرن تقدري تحطي فحماية، هتديكي نتيجة هايلة جدا. اوبا، ايه رأيكم؟ تحفة جمال، ايه الجمال ده؟ تحفة ما شاء الله. عايزة ابص من تحت كمان لو خدت اللون، فاحنا كده 10 على 10. هاي احنا ممكن بس نقلب الجزء اللي ما اخدش لون، سخنة طبعا كده على الفحمة، برضو لازم نقلب علشان كلها تبقى واخدة نفس اللون والتسوية. بسم الله الرحمن الرحيم، والفلفل اتشوى والطماطم اتشوت، هدخلهم بس دقيقتين. حاجة مهمة كمان، من وقت للتاني وانت بتشوي في الفرن او انت بتشوي على الفحم، الصوص او الخلطه بتاعه ميه البصل مع الطماطم بندهن بيها، لانها بتطريها وبتديها لمعه حلوه قوي. فانا احط منها كده وادخل تاني الفرن عشان تكمل التسويه. هايل، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هقدم دي بقى على العيش عشان على طول نلف ونعمل سندوتشات. زي ما انتم شايفين كده اللون الكفته تحفه قوي ما شاء الله، لمعتها كمان حلوه جدا. ساعه التقديم بقى حاولي تلمعي كده من الصوص اللي نازل من الشوي. نبتدي كده، ونبتدي ناخد ايدي الطماطم والبصل حالا حالا يا استاذ حمدي. زي الفل. لحظة بس، عشان ايه لما بنيجي يكون عندنا ضيوف ولا حاجة وعايزين نقدم الكفتة ما تطلعيهاش كده شكلها بهتان، خدي من الناتج بتاع التسوية ده ولمعي بيه
عشان في ناس كتير بتقول لي الكفته ما بتلمعش كده، اهي لمعت اهي وبقت زي الفل. بصوا وطلعي على السفره بقى وبالف هنا وشفا، 10 على 10.